بكم مشاهدينا في هذه الجولة التي نطالع فيها سوية ما تناقلته الصحف المحلية والإقليمية والدولية الصادرة لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير أمضى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الأسبوع المنصرم يراقب حظوظه تقفز على رقعة السلم والثعبان ما أن يصعد به تفاهما مع كتلة سياسية إلى مربع متقدم يعيده إلى الخلف اشتباك مع كتلة أخرى ويحاول الكاظمي إجراء تسويات سريعة لا تؤدي به رئيسا للوزراء مسلوب الإرادة لا سيما في الملف الأمني هذا أبرز ما اهتمت به الصحف الصادر اليوم أما بدايتنا فهي سورية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت مخلوف يحذر الأسد من أيام صعبة ويؤكد استعداده لها. كتبت الصحيفه في تصعيد سريع حذر رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد من مغبه التجاوزات والتهديدات التي يتعرض لها من قبل الاجهزه الامنيه. وقال في ظهور ثاني له خلال اقل من يومين عبر تسجيل مصور نشره على حسابه في فيسبوك ومدته عشر دقائق انه تلقى تهديدات اما ان تتنازل واما ان نسجن كل جماعتك محذرا من ايام قادمه صعبه واتهم مخلوف الاجهزه الامنيه باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنه عنها بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو نادر الرئيس السوري بشار الاسد اتدخل لانقاذ شركه الاتصالات التي يملكها وافادت مصادر بين ناشطين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي باعتقال عدد من موظفي شركات رامي مخلوف بينهم اثنان من كبار المديرين في سيرياتيل. أما مجلة فورم افيرز الأمريكية فلقد نشرت تقريرا يوضح أن خارطة الطريق لإحداث انتقال سياسي ديمقراطي سلمي بقيادة سورية موجودة بالفعل. لقد تم تحديد معالمها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وتبنيه بالإجماع في ديسمبر كانون الأول 2015 ويعتبر وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى وينبغي على ترامب أن ينتهز الفرصة لتحقيق ذلك. في الواقع ربما يكون الزعيم الوحيد في العالم القادر على القيام بذلك وقال التقرير صحيح أن الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بمكانة في الشرق الأوسط كما كانت في السابق لكن بوتين لن يتردد في الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ويرجع ذلك جزئيا الى انه سيزيد من طموحاته في يالطة جديده ولكن في المعظم لانه ليس لديه خيار يذكر. وختم التقرير لقد اثبت ترامب انه قادر على التصرف بجرأه. وايضا صحيفه الشرق الاوسط في شأن السوري قالت طردت الشرطه العسكريه والفرقه التاسعه المدعومتان من الاحتلال التركي. فصيل جيش أحرار الشرقية الإرهابي من مدينة جرابلس في ريف حلب ضمن ما يسمى بمنطقة درع الفرات الخاضع لاحتلال تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا بعد اشتباكات استمرت ثلاثة أيام بهدف السيطرة على معبري جرابلس الحدودي مع تركيا ومعبر عوندادات مع مناطق قوات سوريا الديمقراطية قسد وذكرت مصادر محلية أن السبب الرئيسي للاشتباكات التي اندلعت منذ ليل الجمعه الماضي هو عدم التزام فصيلي احرار الشرقيه وجيش الشرقيه الارهابيان بتنفيذ اوامر ما يسمى الجيش الوطني المدعوم من الاحتلال التركي واعتراضهم على توزيع عائدات المعابر التجاريه والحدوديه. واندلعت هذه الاشتباكات بالتزامن مع الاحداث التي يشهدها ريف ادلب. نتيجة اعتراض أنصار ما يسمى الجيش الوطني على قيام هيئة تحرير الشام الإرهابية بفتح معبر تجاري مع النظام أما مقالنا في الشأن السوري نشر موقع وكالة نورث بريس تحت عنوان هل حان وقت تسوية الأزمة السورية مقالا للكاتب خورشيد دلي حول المعطيات التي ربما تجعل التسوية السياسية أقرب من أي وقت آخر فالجميع استنزف وبات اقرب الى القبول بحلول وسط لنتابع المقال. فشلت جميع المبادرات التي طرحت منذ اندلاع الازمه السوريه عام 2011 في ايجاد تسويه لها حتى الان وفي قراءه عامه للمشهد يمكن القول ان خمسه اطراف اساسيه هي التي تؤثر في الازمه السوريه وتحدد ملامحها. الأولى روسيا التي هي القوة الأكثر نفاذا وتأثيرا في مسار الأزمة السورية وصلت إلى مرحلة التحديات الكبرى التي تجعل من أي تحرك جديد محفوفا بالمخاطر ففي إدلب يبقى الصدام مع التركي احتمالا قائما كما مع الأمريكي في شرقي الفرات الثانية الولايات المتحدة التي حصرت نفوذها في شرق الفرات تلك المنطقة المهمة والحيوية لا لجهة الموارد الاقتصادية والنفطية والمائية فقط وإنما لأسباب لها علاقة بأمن المنطقة ككل ولا سيما العراق حيث القواعد الأمريكية وأهمية قطع الطريق أمام المشروع الإيراني. الثالثة تركيا التي رأت في الأزمة السورية فرصة ذهبية لإعادة أمجاد الدولة العثمانية وعليه استخدمت كل الوسائل بما في ذلك دعم الارهاب والقيام بعمليات غزو واحتلال لمناطق واسعه من شمال شرق سوريا، إلا أن التحرك التركي بدأ في النهايه محكوما بمعادلات اقليمية ودولية تقوم على الصفقات. الرابعة إيران التي لها علاقات قديمة ووثيقة مع النظام السوري إذ استفادت إيران من الأزمة السورية في زيادة نفوذها وزج الجماعات المسلحة المرتبطة في الساحات السورية، لكن مشكلة المشروع الإيراني أنه يواجه رفضا من جميع القوى الإقليمية والدولية. الخامسة إسرائيل التي تبدو في الظاهر غير معنية كثيرا بالأزمة السورية، ولكن في حقيقة الأمر هي أكثر جهة تسعى عبر مسارات متداخلة لترتيب الوضع السوري ولعل ما يهمها بالدرجه الاولى وجود نظام لا يشكل تهديدا لها ولا يكون على علاقه استراتيجيه مع ايران وحزب الله في الواقع مع الاشاره الى ان اللاعبين الاقليميين استنزفوا في الازمه السوريه فانه لا يمكن النظر الى المعطيات السابقه بعيدا عن حسابات الدول الكبرى وطريقه ادارتها للازمه وهي معطيات ربما تجعل التسويه اقرب من اي وقت اخر والان الى الشان العراقي. عراقيا في اندبندنت عربيه كتب صباح ناهي متسائلا هل ارتقى البرنامج الحكومي المكلف الكاظمي لسلم الازمات العراقيه؟ البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء العراقي المكلف الى رئاسه البرلمان من أجل أقراره وتمريره على أنه خطة عمل الحكومة أثار حفيظة السياسيين والاقتصاديين العراقيين على حد سواء ونال الكثير من النقد من صقور الاقتصاد والسياسة معا خطاب الكاظمي المرسل للبرلمان وصف بالمتعجل من الكثير من الكثير من المراقبين وقوبل ايضا بسيل من الانتقادات السياسيه والاقتصاديه حيث تجد فيه صياغة غير احترافية خصوصا في شقه الاقتصادي الذي ركز على عموميات بعيدة عن توقعات الاقتصادين الاقتصاديين من ذوي الاختصاص الذين كانوا ينتظرون برنامجا عميقا يقدم حلولا واقعية لأزمة العراق المركبة في معادلة فساد جذرية فالبلاد تصدر دول العالم بالفساد وفق تصنيفات الشفافية الدولية أما القدس العربي فلقد قالت أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي في العراق الأحد عدم منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى القاضمي عشية الجلسة النيابية لتحديد موعد التصويت وقال الائتلاف في بيان للأسف لم نلمس أي بوادر إيجابية لمراعاة مطالب المتظاهرين والتمثيل لهم وللنقابات وألية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة وأكد عدم منحه الثقة لحكومة الكاظمي ومقاطعة جلسة البرلمان على أن يكون معارضا سلميا في حال تمريرها وفي وقت سابق أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي عدم مشاركته في حكومة الكاظمي وعدم التصويت لصالحها في البرلمان والكاظمي ثالث شخصية يتم تكليفها في التاسع من أبريل نيسان الماضي بتشكيل الحكومة وتوشك المده الرئاسيه الممنوحه للكاظمي ان تنتهي خلال ايام وسط اعتراضات بينما يقول مراقبون انه لا يزال يملك دعما مشروطا من غالبيه القوى السنيه والشيعيه والكرديه. اما مقالنا في الشان العراقي. نشر موقع العين الاخباريه تحت عنوان تغريدات المتظاهرين العراقيين في زمن الكورونا مقالا للدكتور شاكر نوري حول هل ستعوض شاشات وسائل التواصل الاجتماعي ساحات التظاهر في العراق؟ لنتابع المقال. المشكله القائمه بين المتظاهرين السلميين والحكومه العراقيه تكمن في عجز اللغه عن التخاطب والجدل ومن ثم التفاهم، كان صرخات المتظاهرين تصطدم باسوار المنطقه الخضراء وترتد. عالمان لا يتبادلان الافكار، الحكام خلقوا عالمهم الاثير المتنعم. والمتظاهرون في خيام ساحة التحرير قبل أن يشتتهم وباء الكورونا ويجبرهم على العودة إلى بيوتهم التي أقسموا ألا يعودوا إليها إلا بعد تحقيق أحلامهم لو توفرت العقلانية في التواصل عند السياسيين لما كان الضحايا بالآلاف هل تتوقف الانتفاضة العراقية في ظل عاصفة كورونا والواقع العراقي يراوح في مكانه بدون إصلاحات أو نية في دراسة الأزمة رغم الهلع الذي أحدثه كورونا بين صفوف المتظاهرين فإنهم لم يفكروا بالتخلي عن حقوقهم وفي بادئ الأمر تحدوا هذا الشبح غير المرئي بعفوية وواصلوا التظاهر لأيام وحث بعضهم بعضا على ارتداء الكمامات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا عبر هاشتاغ الكمامة معيب لكن كورونا قطع التواصل وأصاب اللغة بالعجز وتراجع الطرفان إلى مواقعهما أسوار المنطقة الخضراء وجدران بيوت المتظاهرين وفكرت النخبة من المتظاهرين هل تعوض شاشات وسائل التواصل الاجتماعي ساحات التظاهر؟ وهل يمكن لحلم المتظاهرين أن يطير على أجنحة تغريدات تويتر؟ نظم حملة الشهادات العليا مؤخرا حملة جماعية للمطالبة بحقوقهم عبر موقع تويتر وأجنحة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى خمسون ألف تغريدة لتعبر عن كلمة واحدة العدالة وتوالت بعدها شعارات المغردين على تويتر والفيسبوك منتفضو ساحه التحرير وجدوا ساحتهم افتراضيه لتكون منبرا لهم هكذا تكيفوا مع شكل الاعلام الجديد والوباء الجديد فيما تهدد الحكومه بين الحين والاخر بايقاف هذا العالم الافتراضي الحلم بضغطه زر وقد فعل ذلك في السابق تعجز اللغه مع كورونا ولا حل يلوح في الافق لان الارضيه المشتركه في اللغه والتواصل والعقلانيه لا تزال مفقودة وغائبة في سماء العراق في الوقت الحاضر. والان الى الشان الايراني. ايرانيا كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية تعرض المؤسسات البريطانية التي تعمل على التواصل الى لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى هجمات إلكترونية تحمل بصمات روسيا وإيران. ووفق الصحيفة استهدفت الهجمات جامعة بريطانيا بريطانيا تعمل على إنتاج لقاحات واختبارات طبية بالإضافة إلى علماء وأطباء يدرسون علم الفيروسات. وأوضح متخصصون وخبراء في المركز الوطني لأمن المعلومات أن العمل جار على محاربة هجمات القرصنة وحماية منظمات البحوث الطبية من أي تهديد. يذكر أن إيران من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للنظام الإيراني كيانوش جهانبور قال في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6156. السبت السب... فيما أعلنت روسيا السبت ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد بنحو عشرة آلاف في أعلى حصيلة منذ بدء تفشي المرض وأيضا في الشأن الإيراني قالت القدس العربي حذر مسؤول إيراني رفيع الأحد من أن الارتفاع الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا سيموت إلى الأبد إذا تم تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، وتخوض الولايات المتحدة حملة دبلوماسية لتمديد الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران، والذي من المقرر رفعه تدريجياً اعتباراً من تشرين الأول أكتوبر، ورفع الحظر هو جزء من قرار مجلس الأمن الدولي العام 2015، والذي صادق على الاتفاق النووي المبرم بين الدول العظمى وطهران لمنعها من حيازة القنبلة الذرية وصرح سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الأحد على تويتر بأن الاتفاق النووي سيموت إلى الأبد بسبب التحايل على القرار 2231 واستمرار العقوبات الإيرانية غير القانونية وتساءل عما سيفعله شركاء إيران في الاتحاد الأوروبي مع الاتفاق في مثل هذه الحال والآن إلى الشأن العالمي عالميا في موقع مجله ناشونال انتريست الامريكيه اثار مقال تساؤلا حول تاثير اتجاه تركيا لشراء طائرات سوخوي 35 الروسيه وما اذا كان ذلك سيؤدي الى نهايه وجود تركيا ضمن حلف شمال الاطلسي الناتو واعادت مجله ناشونال انتريست عفوا ناشونال انتريست الامريكيه نشر مقال للباحث مارك إبيس كوبوس واوضح فيه ان خطط تركيا لشراء نظام الصواريخ الروسي اس 400 كان بمثابه تحول كبير في التوجه الدفاعي لانقره مما اثار استجابه حاده من واشنطن واضاف الكاتب ان عدم وضوح الموقف التركي حتى الان من شراء منظومه اس 400 يوضح ان قطاع الدفاع التركي يعمل على الاستفاده من خلافات روسيا والغرب من أجل الحصول على شروط استيراد مواتية وأشار الكاتب إلى أنه من المرجح أن تتجه تركيا نحو النسخ الأحدث من الأسلحة الروسية من أجل توافق وتماسك الأنظمة الدفاعية مما يرجح فرضية القطيعة مع الناتو وأيضا في الشأن العالمي نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالا حول أزمة النفط القادمة التي ستتبع أزمة كوفيد 19 فقد منحت ازمه فيروس كورونا رؤيه عن مستقبل النفط، وينقل ديفيد شيبارد معد التقرير عن جون براون المدير التنفيذي السابق لشركه بي بي انه راقب على مدى خمس عقود التقلبات في صناعه النفط. فعلى خلاف دورات الكساد والازدهار، فهو يعتقد ان انهيار اسعار النفط المرتبط بفيروس كورونا سيكون تحذيرا لما هو اتي. فقد ادت الازمه لمحو ثلث الطلب العالمي على النفط تقريبا من خلال الإغلاقات ومنع السفر مما أدى لضرب سوق يعيش وسط أزمة وكيف سيتطور مع قضية التغيرات المناخية التي بدأت تحتل الأجندة السياسية ووسط مخاوف من وصول الطلب عليه للذروة ويرى البعض أن توقيت انهيار أسعار النفط كان مجرد إعلان ترويجي لفيلم الصيف نسخ نسخة سريعة وبراقة للفيلم الرئيسي لو وصل الطلب على النفط حده الاقصى اما مقالنا في الشان العالمي نشرت صحيفه اندبندنت عربيه تحت عنوان امريكا والصين في فخ الصراع على الهيمنه مقالا للكاتب رفيق خوري حول الاحتراف السياسي او شغل الهواه في اداره الصراع مع الصين لنتابع المقال الخوف هو الجائحة الأكبر من وباء كورونا فرنسا خائفة بلسان وزير الخارجية جان إيف لودريان من أن يفاقم الوباء الانقسامات العالمية والخصوم الأمريكية الصينية وأمريكا خائفة لا من الوباء الذي يسميه الرئيس دونالد ترامب الفيروس الصيني بل من الصعود الصيني اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا وما ربحته واشنطن في الحرب البارده مع الاتحاد السوفيتي الذي انهار تكاد تخسره في النسخه الجديده من الحرب البارده مع الصين، وما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت عنوان الثأر من الحرب البارده يبدو في المرتبه الثانيه بعد صعود الصين في منسوب القلق الامريكي. ترامب الذي لا يحب القراءه ولا يقيم وزنا للتاريخ وقع في الفخ بالجمع بين الامرين الخوف على موقع امريكا من صعود الصين والتصرف كانها اضعف من المواجهه الواسعه معها في صراع متعدد الجبهات، وهو تنقل بين اقوى التقارب مع الرئيس شي جينينغ واقصى الخلاف عبر مزيج من التنافس والعداء الاستراتيجي والحرب التجاريه ثم المطالبه بالتعويض عن نشر كورونا، والفارق كبير بين ظروف الحرب البارده القديمه وظروف الحرب البارده الجديده. كذلك بين الاحتراف السياسي في اداره الصراع وبين شغل الهواه في اداره الصراع مع الصين ايام الحرب البارده القديمه كانت امريكا تلعب بين موسكو وبكين متفوقه بدرجات عليهما في معظم الامور كانت موسكو خارج النظام الاقتصادي المالي الحر والتجاره بينها وواشنطن محدوده جدا اوروبا الغربيه كلها وراء امريكا وتحت سقف الحرب البارده جرت أحداث حارة كثيرة أما الحرب الباردة الجديدة فإنها بين قوى مشاركة في العولمة ومنظمة التجارة العالمية ديون الصين على أمريكا عبر سندات الخزانة تتجاوز تريليون دولار الشركات الأمريكية في الصين بالآلاف حجم التجارة بين واشنطن وبكين يزيد على 600 مليار دولار سنويا سئل الملك فرانسوا الأول عن خلافه مع الإمبراطور تشارلز هابسبورغ فقال نحن على تفاهم تام كل منا يريد السيطره على ايطاليا وهذه حال امريكا والصين في اللعب على قمه العالم وليس من السهل عليهما فك هذا التشابك والان الى اخبارنا المنوعه أخبارنا المنوعه بداية من صحيفة الخليج الإماراتية التي كتبت نجح فريق يضم علماء حفريات من دول عده في كشف النقاب عن حفريات لأول ديناصور مائي معروف في العالم سبينوسور كان يعيش قبل ملايين السنين جنوبي شرق المغرب وجرى اكتشاف حفريات هذا الديناصور في موقع زريغات على بعد نحو 30 كيلو متراً من مدينة أرفود جنوب شرق المغرب وهو أول ديناصور مائي معروف في العالم عاش في العصر الطباشيري وهو أول اكتشاف لبقايا جمجمة لديناصور بعدما يقرب من 70 عاما من أعمال الحفريات في المنطقة وسبينوسور كان يتمتع بأرجل ذات حجم ضخم يصل طولها إلى 13 متراً وكان يعيش جنوب شرق المغرب قبل نحو 95 مليون سنه الى 100 مليون سنه، وذكر فريق الباحثين ان الديناصور كان قادرا على العيش والصيد في بيئه مائيه. ونبقى في اخبارنا المنوعه رغم اغلاق دار الاوبرا في دمشق في اطار اجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المستجد. يقف موسيقار سوري في كامل ملابسه الرسميه امام شاشه الكمبيوتر ليوجه الموسيقيين عبر الانترنت لنتابع. رغم اغلاق دار الاوبرا في دمشق في اطار اجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المستجد، يقف موسيقار سوري في كامل ملابسه الرسميه امام شاشه الكمبيوتر ليوجه الموسيقيين عبر الانترنت. المايسترو ميساك باك بودريان قاد 44 عازفا موسيقيا من الفرقة السيمفونية الوطنية السورية كل منهم من منزله لأداء المقطوعة لا كومبارسيتا من موسيقى التانغو ألفها الموسيقار جيراردو ماتوس رودريغيز من أوروغواي عام 1916 هون حسينا قديش الموسيقى لها دور مهم وجوهري بحياة الإنسان بحياة المجتمع خاصة بالأزمات يعني هي ممكن تكون ضرورة بأثناء الحياة العامة الحياة العادية ولكن وقت الأزمات عم تكون هي حاجة عم بحس الناس بحاجة لهذا الشيء وبث العرض الذي استغرق تجميعه أسبوعين عبر الإنترنت على صفحة وزارة الثقافة السورية على موقع فيسبوك لإسعاد الكثيرين لكن العازفين الموسيقيين يقولون إنه كان من الصعب تقديم الأداء بدون جمهور ومن بينهم عازف الكمان مروان أبو جهجة مرة مباراة بدون جمهور مباراة كرة قدم هي نفس الشعور يعني في شيء في شيء بارد يعني ما له حقيقي ما له طبيعي لانه نحن بالاخير لما عم نعزف أه ما بدي احكي حكي نظري كثير بس فعلا نستمد حماستنا من الجمهور، لما يكون الجمهور متفاعل معك وتحسي انه هو مقدر او فهمان الشيء اللي عم تساويه فبتصير انت بتتفاعلي بشكل افضل، بتصير بتعطي يعني بي بطاقه اكبر. ومع بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، قررت الحكومه السوريه فرض قيود على جميع الانشطه العامه والتجمعات الكبيره. والآن وقفة مع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقلتها الصحف الصادرة لهذا اليوم لنتابعها نهايه الجوله شكرا لكم المتابعه ولا تنسوا زياره موقعنا الرسمي اليوم تي في الى اللقاء